بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. صدق انسار قلبي من جوا. بأمان الله، بأمان الله. بابا، مع أي شيخ كنت عم تحكي؟ اتصل فيني الشيخ محمد، عم بيطمن عنا وعن أحوالنا. سبحان الله، شو حلو الواحد يتفقد أصحابه من وقت للتاني يا سعدي. هالشي بيفرح القلب وبيقوي المودة والألفة بين المسلمين. بابا، في مجال تعطيني تلفونك شوي؟ بدي اتصل برفيقي نزار، صلي زمان ما حكيته، بدي اطمن عليه. بارك الله فيك يا بطل، هيك بدي اياك. ولا تنسى تصحح النية لله تعالى.